امتى نشوف منتخب افريقي في على الاقل مباراه نهائيه لبطوله كاس العالم؟ وخليني اسال السؤال ده ضيفي فيه السادسه البرتغالي فابيانو فلورا، يمكن كان ليه تجربه عمل في قاره افريقيا مع قيادته لمنتخب مدغشقر سابقا يعني، لكن كمان ليه تجربه مهمه جدا في تولي مسؤوليه فريق شباب في نادي يوفنتوس، طبعا واحد من اكبر واشهر انديه اوروبا. اسمح لي في البدايه اشكرك على ظهورك معانا على شاشه الاهلي، واهلا بيك في السادسه. Thank you. It's a pleasure for me to be here. شكرا جزيلا، بالغ سروري ان اكون معكم في قناه هذا النادي الكبير من اكبر انديه العالم في الواقع. انا اقدر حقا تواجدي معكم وعلى دعوتي معكم هنا. واحنا كمان بنشكر ظهورك معنا، واحنا نقدر البرتغال والمديرين الفنيين البرتغاليين بشكل كبير، ويمكن تجربه الحقيقه مانويل جوزيه مع النادي الاهلي حطت المديرين الفنيين البرتغاليين في حته تانية عند كل اهلاويه. خليني ابدا معاك من سؤالي الاول، سؤال مرتبط اكتر بالكره الافريقيه بشكل عام، من واقع انك اوروبي بدايه، وبالتاكيد شاهدت اسماء او تالق اسماء كثيره جدا في اهم الفرق والدوريات الاوروبيه، جورج ويا، كانو، اوكوشا، مايكل ايسيان، عبيدي بيلي، محمد صلاح، ساديو ماني، وغيرهم وغيرهم في كل المراكز. الحقيقه كان في اسماء كبيره جدا في الكره الاوروبيه، وانت اشتغلت فتره في افريقيا مع منتخب مدغشقر. من وجهه نظرك ايه هي الاسباب اللي بتمنع وصول منتخب افريقي، مش عايز اقول للتتويج ببطوله كاس العالم، لكن خلينا نقول على الاقل الوصول للمباراه النهائيه في بطوله بحجم كاس العالم؟ نعم، اعتقد ان المشكله التي اجدها في افريقيا كما تعرف الجودة على مستوى الكرة الأفريقية موجودة، لكن المشكلة في العقلية. بعض الدول لا تفهم أنها تستطيع أن تفعل ذلك. لديك لاعبين جيدين، يجب عليك أن تقدر حجم المجهود الذي يبذل على مستوى الكرة الأفريقية في الملعب أو في أوروبا. بالطبع يوجد وضع خاص لكل مباراة على حدة، ولكن إذا نظرت إلى اللاعبين في منتخبات أفريقيا لا يلعبوا كما يلعبون مع أنديتهم، لا يوجد نفس العقلية التي متواجدة مع الفرق. في هذه اللحظة تجد أن المدير الفني الخاص بالمنتخب لا يستطيع أن يؤدي بنفس الأداء، ولا يجد نفس الأداء كما يحدث مع الأندية الأوروبية. الأمر يختلف، الطرق مختلفة، المباريات أصعب، المنافسة أصعب عما هي عليه مع المنتخب. هل في واحد من المنتخبات الإفريقية الخمسة اللي تأهلت للبطولة الجاية شايف أنه ممكن يكون مرشح، أو ممكن يكون عنده القدرة على الأقل على منافسة الكبار؟ أنا أعتذر، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن كأس العالم في قطر ستكون أصعب نسخة من كأس العالم على الإطلاق. أعتقد أنه يوجد الكثير من التنافسية، الفرق منظمة بشكل أكبر، يوجد أسماء صغيرة على مستوى الدول، ولكن تجدها الآن منظمة وفرق قوية جدا على سبيل المثال قطر. ولكن إذا نظرت غانا والكاميرون، نعم لديهم الجودة، ولكن إذا شاهدتهم أمام فريق أوروبي فستجد الأمر صعب عليهم أن يحصلوا على النقاط أو أن يفوزوا بالمباريات. وهل تعتقد أن البرتغال ليها فرصة في التتويج بلقب أو ببطولة كأس العالم؟ كل شيء في كرة القدم ممكن. مع البرتغال بقى ممكن. تضم الآن أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. ولكن كما تعرف يوجد الكثير من المنتخبات القوية. لدينا الأرجنتين، لدينا فرق كبيرة، لدينا منتخبات قوية، الأمر صعب. لديك منتخبات الآن تستطيع التحكم في المباراة طوال 90 دقيقة. لاعبين بجودة عالية جدا. أعتقد أن البرتغال تستطيع أن تصل، ولكن الأمر صعب، دعنا نرى. هل كريستيانو رونالدو في فورمة تسمح له بقيادة المنتخب البرتغالي من وجهة نظرك للوصول لمباراة نهائية أو للتتويج بالبطولة؟
كريستيانو في أعلى مستوياته دائما. كريستيانو لاعب كرة قدم حقيقي، هو يحب أن يتطور دوما. كريستيانو في ازدياد دائما. بالطبع الأمر ليس متوقفا على كريستيانو، الأمر بخصوص الفريق ككل. يجب أن يكون هناك روح القتال والتنافس عند الفريق، وأن يلعبوا كمجموعة وأن ينافسوا. هذا هو أهم أمر في وأهم عامل للفوز هذا الموقف. مع أو ضد بقائه أو استمراره في فريق مانشستر يونايتد؟ نعم، أنا مع تواجدي في مانشستر، ولكن كريستيانو عندما تجد لاعب كريستيانو يصل لهذا المستوى من العقلية، الأمر كريستيانو مر بالكثير من التجارب منذ أن كان في فرق الناشئين في البرتغال. كريستيانو لعب في العديد من المواقف، كريستيانو جمع الكثير من الخبرات، هو لديه الخبرة الكافية ليقرر. أعتقد أن كريستيانو الآن أعرفه منذ أن كان في أكاديمية سبورتنج لشبونة. كريستيانو دوما يعتمد على نفسه، كريستيانو دوما ما يقرر القرار الصائب. طيب خليني أنتقل معك لموضوع المدرسة البرتغالية في التدريب، ويمكن في الفترة الأخيرة انتشر عدد السنوات الأخيرة يعني انتشر عدد كبير من المديرين الفنيين البرتغاليين في أندية ومنتخبات القارة الأفريقية، ومنهم الحقيقة اللي كانوا أصحاب مشوار ناجح. هبتدي معاك من كارلوس كيروش، المدير الفني الأجنبي الأخير اللي تولى مسؤولية المنتخب المصري. إزاي شفت التجربة وإزاي قيمت الفترة اللي تولى فيها كارلوس كيروش المسؤولية؟ نعم، إذا نظرت ستجد كارلوس كيروش من أكبر أو من أفضل المديرين الفنيين في العالم، وتجد الكثير من المديرين الفنيين البرتغاليين حول العالم الذين كتبوا وسطروا تاريخا كبيرا. ولكن الأمر يعتمد، إذا تعامل مع هؤلاء المديرين الفنيين الأمر يعتمد على الصبر. هو يعرف الكثير ويريد أن يطبق الكثير، لكن يجب أن يتحلى الجميع بالصبر. كل مدرب يحتاج الوقت. أنا لست كاملا، لا يوجد أحد كاملا، ولكن الجميع يحتاج إلى الوقت. أعتقد أن الأمر صعب أن تتعامل مع مدير فني بهذه الطريقة. لما بيكون في مديرين فنيين برتغاليين بيشتغلوا في قارة أفريقيا مع أندية أو مع منتخبات، هل بيبقى فيه اهتمام بمتابعتهم عندكم في البرتغال؟ هل بتتابعهم وسائل إعلام؟ وإذا كان ده بيحصل، إزاي رصدت وسائل إعلام في البرتغال يعني فكرة إنهاء العلاقة بين اتحاد الكرة المصري وبين كارلوس كيروش؟ نعم، الناس في البرتغال تتابع وتعرف ماذا يحدث. الأمر الآن يعتمد على المرحلة الانتقالية التي حدثت مع كارلوس كيروش. كارلوس كيروش لم يقصر، هو أدى ما عليه. في أحيانا تجد المدير الفني ليس بالجودة الكافية، ولكن أعتقد إذا أعطيت المدير الفني الفرصة الكافية ليحقق أفكاره ويطبق ما يريد ستجد النتيجة، لأنه أحيانا تجد الفريق خليط بين الفريق الشباب وفريق واللاعبين الكبار، وتجد الأمر صعب على المدير الفني ليطبق خطته. متى تفوز أو يفوز نادي برتغالي بلقب دوري أبطال أوروبا؟ يعني اتعرفت الأندية الكبيرة في البرتغال أنها دايما بتصدر أهم الأسماء الأندية الكبيرة في أوروبا، ولكنها غير قادرة دايما على الوصول لمنصة التتويج. هل تشوف أنه ده ممكن يحصل في المستقبل؟ نعم، أعتقد أن الأمر صعب جدا على الأندية البرتغالية في الوقت الحالي. الأمر ليس فقط بناء على المهارات، ولكن الأمر يعتمد على الاستثمار، مشروع ككل. إذا نظرت إلى مانشستر سيتي ستجد ذلك.
الفرق الآن الفرق البرتغالية الآن ليس لديها الجودة العالية والجودة الإدارية العالية لتفوز ببطولة أوروبية. إزاي بتشوف صفقة داروين نونيز نجم بنفيكا المنتقل صفوف الليفر، وإزاي بتشوف قدرته على التأقلم مع ليفربول وتعويض غياب طبعا واحد من أهم اللاعبين ساديو ماني؟ نعم، صفقة رائعة. داروين نونيز هو أنا أعرفه منذ أن كان في بنفيكا، منذ أن كان لاعبا شابا كنت أدرب هناك. هو لاعب رائع، يحرز على الأقل 20 إن لم يكن أكثر في الموسم منذ أن كان صغيرا. هو لاعب رائع، هو صفقة جيدة لليفربول بالتأكيد. البرتغالي فابيانو فلورا مدير فني طبعا سابق لمنتخب مدغشقر ومدير الفني لفرق الشباب في نادي اليوفي، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة.